بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الأول: عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قد رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في حكم أن يمر المار بين يدي المصلي سواء كانت صلاة فرض أو نافلة، وأورد فيه أربعة أحاديث أولها حديث أبي جهيم، واسمه قال اسمه عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث لا شك أن فيه وعيدا شديدا في حق من يمر أو يتعمد المرور بين يدي المصلي، ولكن هناك تفاصيل سوف نشير إليها إن شاء الله في ثنايا هذا الحديث والحديث التي بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. أولا نأتي على قضية الإثم. هذه اللفظة ماذا عليه من الإثم، طبعا معلوم أن الشيخ المصنف المقدسي رحمه الله التزم أن يأتي بما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لكن لفظة من الإثم ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربعة. من الإثم غير موجودة. ومن الطريف النكات العلمية أن الحافظ ابن حجر رحمه الله استدرك على المقدسي وقال يعني وهم وقال من الإثم وهي ليست موجودة في الصحيحين، ولكن ابن حجر رحمه الله لما
ألف كتابه بلوغ المرام أوردها وقال في الصحيحين، ما يدل على أن الكمال لله، أوردها وقال إنها في الصحيحين، مع أنه مستدرك على صاحب العمدة على أنه أنه وهم، وفعلا قد وهم، ليس في الصحيحين، لكن الحافظ رحمه الله استدرك على الحافظ على المقدسي، لكنه وقع فيما استدرك عليه وأورده في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقال إنها في الصحيحين، وهذا من الطريف، وهذا يدل على أن الكمال لله، وأن يعني مما ينبغي حقيقة أن يحمله أهل العلم نحو إخوانهم من أولا المحبة والتقدير والإجلال ومعرفة مقاماتهم العلمية، وأنهم بشر، على هو استدرك ووقع في عين ما استدركه على صاحب العمدة. فأهل العلم يعني لا ينبغي أنه إذا عثر على غلطة أو زلة لعالم أو أن يفرح بها وأن يطير بها. نعم تصحح، لا نقول أن تبقى على خطأها، لا، وتستدرك ويعني يذكر الصواب، لكن يبقى مقام العالم محفوظا، وينبغي أن المستدرك يبدي من الروح العلمية ما يفهم منه أنه حافظ لمقام هذا العالم الذي حصلت منه هذه الوهمة أو الغلطة أو الزلة أو الخطأ. فيعني لأن الكمال لله، يعني ولهذا ينبغي حقيقة لأهل العلم ولا سيما الناشئون فيه بطلبة العلم أن يعني يتربوا على حفظ مقام العلماء، وأن لا يفرحوا بأنه تصيد خطأ أو زلة أو أنه يظن أنه يعني وكان يقول كيف هذا العالم على كيف يقع في هذا، يقع وكل يقع، بل كما شاهد يستدرك ويقع فيما استدرك فيه، بما ينبغي حقيقة أن يعرف لأهل العلم مقامهم ومنزلتهم، جزاك الله خيرا. لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي هذا عندنا أحوال، إذا لم يضع المصلي سترة فإنه لا شك أنه مسيء، كان ينبغي أن يضع سترة، وحنا نقول سترة بمعنى إما يضع سترة أو يذهب إلى مكان يستتر خلفه مثلا عمود أو حامل مصاحف أو دولاب مصاحف أو جدار أو أي مكان يعني يكون سترة له حتى لا يؤثم المصلين، لا المارة، حتى لا يؤثم المارة. ومن هنا قال العلماء أن قوله بين يدي المصلي، إن لم يضع المصلي سترة فإن حقه أو حدوده هي موضع سجوده، موضع سجوده. فإذا لم يضع سترة ومر المار أمامه لا حرج على المار، لأن الخطأ وقع من المصلي، ما دام أنه لم يضع سترة فإن حده موضع سجوده. وإن وضع سترة نعم فلا يجوز للمار أن يمر بين المصلي وسترته،
فالذي يكون بين يدي المصلي حينما يضع سترة هو المسافة بينه وبين سترته. ولهذا العلماء قالوا إنه إذا وضع سترة ينبغي أن يدنو منها. لماذا؟ حتى لا يحرج الناس، يضع مسافات كبيرة يعني يؤثم الناس، لا، تكون قريب منها حتى يكون فرصة للناس أن تمر. بل قالوا ينبغي إذا أمكن أن يكون في مكان منزوي أيضا، لا يكون في مكان مفتوح بحيث أنه فعلا قد يحرج الناس، فإنما يكون في هذا. طبعا هذا الكلام في حق المنفرد، في حق المنفرد سواء كان يصلي فريضة أو نافلة. أما إذا كان جماعة فمعلوم الجماعة حقهم كبير، وأيضا سيأتي معنا أن في الجماعة أن سترة الإمام سترة لما خلفه، أن سترة الإمام سترة لما خلفه، ولهذا المأموم ما ليس له ستر. لو أن مارا مر في وسط الصفوف ما في إشكال، لأن سترة المأموم سترة إمامه. فالوصيف يأتي معنا حديث ابن عباس حينما مر على حمار أتان، مر مع الصفوف، وسوف يتكلم عليه إن شاء الله. المقصود أن يعني لو أن مارا احتاج أن يمر بين الصفوف والمصلين والمصلون قائمون يصلون خلف إمامهم فإن مروره لا إشكال فيه، ولا يعتبر يعني لأن المؤمنين سترتهم سترة إمامهم. وسيأتي إلى هذا أيضا مزيد تفصيل إن شاء الله. المقصود أن الشارح أيضا ابن دقيق رحمه الله ذكر الصور فيما يتعلق بالمأموم المصلي بين المصلي والسترة والمار، صور. الصورة الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك، قال فيختص المار بالإثم إن مر. ما هي هذه الصورة؟ هو فعلا أن المصلي صلى في مكان قد يكون كما قلنا منزوي أو مكان يعني لا يضايق فيه المارة، ثم يأتي المار هو الذي يكون يعني يتعرض للمصلي، هذا يأثم المصلي، يأثم المار. الصورة الثانية مقابلتها، وهي أن يكون المصلي تعرض للمار، جالس في مكان مبارح ولم يضع سترة والمكان هذا طبيعته يمر الناس معه كثيرا. هذا قال الشيخ في هذه الصورة الآثم هو مصلي، لأنه هو الذي عرض نفسه لأن يكون في طريق المارة أو في مكان هو حق للمارة، ولو كان دخل مسجد، ولو كان في مكان ليس طبعا الكلام ليس في الصلاة في الطريق، الطريق مكروه، لا يصلي الإنسان في الطريق إلا إذا في الصفوف. فمن المواطن المنهي عنها قاعة الطريق، لا يصلي الإنسان في قاعة الطريق لأنها الحق للمارة. الكلام هنا في لا، بل في باحة مسجد ولا في ساحة ولا في مكان ميادين، الميادين الحق والمارة مقدم. المقصود أنه فعلا، لكن ولهذا قال الصورة الثانية وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة، يعني المار محتاج يمر، هذا الذي يأثم بها المصلي، قال فيختص المصلي بالإثم دون المار. الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة، بمعنى المصلي فعلا وقف في طريق المارة ومع هذا المكان واسع،
يستطيع المرة أنه يبر بعيد. قال فيأثم الاثنان كلهم يأثمون، يأثم المصلي ويأثم المار. المار له مندوحة والمصلي هو الذي تعرض للمرة في حقه. الصورة الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون المار مندوحة فلا يأثم واحد منهما، يعني بمعنى أنه جاء في مكان واسع وفعلا واسع في حق المصلي وفي حق المار، إذن لا يأثم أحد منهم، إذن لا يأثم أحد منهم. على كل حال الصور هذه واضحة أنها كما يقال استقرائية، يعني بمعنى أورد القسمة العقلية، أورد فيها القسمة العقلية. وسوف يأتي أيضا مزيد تفصيل لقضية الإثم وقضية السترة إلى آخره. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. طبعا الإثم كما قلنا هذه ليست في الصحيحين ولا في السنن الأربعة. ماذا عليه؟ ولهذا لو أردنا أن نقرأ ما في الصحيحين لقلنا ماذا عليه من دون من الإثم. وأيضا ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من إلى آخره. عندنا إذن أمران مبهمان. الأول ماذا عليه ولم يذكر الإثم على حسب كما في رواية الصحيحين، وأن يقف 40 ولم يذكر هل هي 40 يوما أو سنة أو أسبوعان إلى آخره. إذن هذا الإيهام لمزيد من التخويف، هذا الإيهام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد ألا يحدد لا نوع الإثم ولا المدة أو نوع المدة لمزيد من التخويف ومزيد من التشديد على عظم ذنب من يمر بين يدي المصلي. ولهذا العلماء قالوا إنها من الكبائر، العلماء قالوا إنها من الكبائر، لكن في القيود التي سوف نذكرها، في القيود التي سوف نذكرها، ولعلنا أشرنا في كلام سابق ما يبين إلى حد ما الضوابط، أن ليست المسألة مفتوحة أن كل من مر بين أي مصلي، لا، المقصود حقيقة هو المصلي الذي لا الذي وضع ستره، هو أن تمر بين يدي المصلي وسترته أو بين المصلي ومحل سجوده، لأن قلنا حدوده التي حدود المصلي إذا لم يضع سترة فهي موضع سجوده، مسجده موضع سجوده، هذا حقه الذي لا ينبغي أن ينازع فيه أو يزاحم فيه، هو ما دام أنه لم يضع ستره، فإذا ما بين وقوفه ومحل سجوده هذا هو حقه. فلا يتعمد المار أن يمر بين المصلي ومحل سجوده إذا لم يضع المصلي سترة، أما إذا وضع سترة فإن حقه ما بين السترة ومحل وقوفه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من عظم العقوبة والإثم والذنب، لكان أن يقف 40، وأيضا لم يذكر 40 يوما أو أسبوع إلى آخره. وأيضا حتى لفظ 40 قال العلماء إن هذا العدد لا مفهوم له، فليس المقصود 40، بمعنى لو كانت 39 مثلا أو 45، لا، لأن أحيانا يذكر العدد ولا يقصد مفهومه، مثلا
في قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني هل لو استغفر النبي 71 أو 75 نقبل؟ لا، إنما أحيانا يذكر العدد من باب التهويل كذلك. ولهذا يقولون في مثل هذا العدد هنا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له مخالف، بما لو صار 39 أو صار 45 والاستغفار 70، لو كان 75 هل يقبل؟ لا. فإذا حتى 40 هنا لا مفهوم لها، ولا 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 يقصد 40 بالعدد، بما لو زاد أو نقص أن الحكم يختلف، لا ما يختلف. هذا معنى قولهم أن العدد هنا لا مفهوم له، بمعنى لو زاد أو نقص الحكم على ما هو عليه، الحكم لا يتغير بزيادة العدد أو نقصه، لأن العدد هنا ذكر فقط من باب مزيد من التخويف ومزيد من التهويل. لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فإذا عندنا هذان الأمران، ماذا عليه؟ ولم يحدد نوع الإثم أو نوع الذنب، وأيضا المدة لم يحددها، 40 لم يحددها، كل هذا من باب مزيد من التخويف وبيان عظم أن يمر أو أن يتعمد المار بين المرور بين يدي المصلي. ومع هذا أيضا ينبغي للمصلي أن لا يوقع المارة في حرج، بمعنى أنه ينبغي أولا أن يتخذ سترة، والثاني أيضا ينبغي أن يكون في مكان لا يكون يكثر فيه المرور، خاصة إذا كان كما قلنا منفردا. أما إذا كان إمام، الإمام أمره ظاهر وواضح. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.